هم الآن يهدوا في جريدة الشرور لأنها قال لك استدعتها الهيئة، ما يسمى بالهيئة المشرفة على الإعلام. لماذا؟ لأن الصحفية أو الصحفي اللي كان يتبع في المحاكمة نتاع يحيى نقل من بين ما نقل نقاط، نقل شيء قاله يحيى، قال والشيء هو بسيط، قال لهم ما معناه شحال كلاو الأجانب من خبز البلاد خاصة في قطاع السكن، وقطاع السكن القاصي والداني يعرف أن أبو تبون هو الذي كان يشرف عليه بما فيهم على مسجد يكلف تقريبا 3 ملايير دولار لحد الآن لم يفتتح. قبل 3 سنوات يكذب ويقول سنصلي في المسجد الأعظم قبل نهاية 2017، رانا في منتصف 2020 يا أبو تبون. أبو تبون عنده كثير من شهادي، فقط أبو تبون في الحقيقة عنده أشياء أخرى، يعني عنده أشياء كثيرة، لكن خلونا نجيبوا له وزير واش يقول وهو واش يقول، لعل هذا يعاود يذكر الناس مع من رانا عايشين. هذا وزيره للصحة. مع ارتفاع عدد السكان في الجزائر أكثر من 40 مليون والقطاع ما تبعش، أولا ما تبعش ارتفاع العدد وما تبعش تطور الطب، وشيء آخر ثاني أن المواطن الجزائري ليس المواطن اللي عنده 20 و30 سنة، يطالع عبر انترنت عبر كلش وكله يطالب وعنده حق، لأن هذا اللي يجعل وهذا اللي يجعل السيد رئيس الجمهورية يتكلم على هذا الوكالة اللي تراجع المنظومة الصحية. حقيقة المنظومة الصحية فشلت، ضعفت بسبب ارتفاع عدد السكان. المنظومة الصحية فشلت ضعفت، وقال وشنو السبب نتاع هذا العالم الكبير؟ قال لك بسبب عدد السكان. جزائريين أكثر من 40 مليون. أولا أنت وزير المفروض أن تقول الأرقام بدقة. جزائريين في جونفي اللي فات كانوا أكثر من 44 مليون، 44 مليون فاصل. وليسوا فقط أكثر من 40 مليون، بمعنى أنك ربع ملايين تقريبا ماكش عارف لا كاين لا ما كانش. الحاجة الأولى. ثانيا الجزائريين في الداخل أقل من 40 مليون، الجزائريين في الداخل هما في حدود 38 مليون. والتقديرات تقول أن حوالي 6 ملايين من الجزائريين في الخارج. هذا أول أنت يا وزير الصحة، لكن ترك تقولنا، خلينا نعود نسمع واش قلت في اللحظات الأخيرة. حقيقة علاه فشلت؟ لتراجع المنظومة الصحية. حقيقة المنظومة الصحية فشلت ضعفت بسبب ارتفاع عدد السكان. فشلت ضعفت وبسبب العدد عدد السكان كما قال في البداية. خلينا نسمع سيد واش يقول. ايبولا وما عرفناش، ولكن دول اخرى عرفت ايبولا وعرفت كورونا وعرفت كذا وعرفت كذا، لان فيه لا بريفونسيون، فيه لاجونس. هذه انا قلت ونزيد نكرر وناكد ان نظام المنظومه الصحيه نتاعنا احسن منظومه في المغرب العربي وفي افريقيا، حب من حب وكره من كره، وكانت وليده رؤيه حماية المواطن، طب المجاني مثل ما كان طب مجانية التعليم متكدر كانت ماشية. هل نعود نسمعوها هذه؟ حب من أحب وكره من كره. المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره، وكانت وليدة. طيب فهمونا، ذاك أنت وزيرك هذا وزير الصحة يقول عندنا منظومة صحية فاشلة، وهذا الحق، هذه الحقيقة. انت راك تقول عندنا أفضل منظومة صحية في المغرب العربي، أنا نفضل تسمية عن المغرب الكبير، وفي أفريقيا راك تقول في هذا الكلام. شكون الصح، انت ولا وزيرك؟ شوف حتى نكون منصفين، هذه الحقيقة هو وزيرك، وهذه مش من عندي أنا، الناس تشوفها. يعني منظومة صحية عندنا فاشلة تماما، يعني ومش ما احنا الناس اللي يقولوها والشعب او حتى وزيرك، المنظمات الدوليه المتخصصه وقبل ايام ذكرت لكم الارقام قالت ان الجزائر هي رقم 173 من اصل رقم 195 دوله، وان كل دول المغرب الكبير افضل منا بكل اسف والم، بالرغم انهم اخواننا نحب لهم كل تطور وكل زياده.
أفضل منظومة في المنطقة المغاربية هو المغرب، ثم تونس، ثم ليبيا، ثم موريتانيا، ثم الجزائر. هذه أرقام دولية مؤلمة. أنا عارف بعض الناس يجيهم الشعور الوطني، كيفاش احنا الأخ؟ نعم، هذه الحقيقة. من الأفضل أن تسمعوا الحقائق من أن تناموا على الأوهام فتفطنوا على الكوارث. بات بالحقيقة تتألم عليها ولا تفكر فيها ولا تبحث عن حل، خير من اللي تبات بالوهم وتصبح الكارثة. هذا بياع أوهام، هذا كاذب كما لم نرى كذاب مثله في الجزائر، على الأقل من كبار القوم. كانوا يحشموا، يعني كانوا يكذبوا ولكن كانوا يعرفوا كيفاش يكذبوا. هذا وزير يخرج البارح ولا خرج اليوم ويقول باللي احنا عندنا منظومة فاشلة، وهو قايل هذا الكلام قبل 10 أيام أو أسبوعين. بكل أسف وألم.